بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ دكتور محمد عبد الهادي محمد، أستاذ ترميم وصيانة الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة. موضوع الندوة النهاردة موضوع على جانب كبير جدا من الأهمية، فالندوة بتقع تحت عنوان الكوارث الطبيعية والبشرية وتأثيرها على المباني المصرية، وده موضوع احنا بنقول تكمن أهميته في خطورة الكوارث الطبيعية المتمثلة في الزلازل والمتمثلة في السيول وفي الفيضانات، وإضافة إلى الكوارث البشرية المتمثلة في الحرائق اللي بتندلع في بعض المواقع والمباني الأثرية المصرية، إضافة إلى الحروب وغيرها من الأعمال اللي بتتسبب في تدمير التراث الإنساني ومن بينها التراث المصري القديم. فبنقول إن الزلازل فعلا يعني كثير من العاملين في مجال الآثار لا يلحظون تأثيرها بشكل مباشر، يعني زي عوامل التلوث الجوي زي المياه الأرضية. الزلازل بتعمل في الخفاء بزلازل ضعيفة جدا، لكنها بيكون لها تأثيرها المدمر والقوي على المباني والعناصر المعمارية في المباني الأثرية بمرور الوقت. فإذا ما جاءت اللحظة اللي هي يعني فعلا لم تعالج مثل مظاهر التلف الناتجة عن هذه الزلازل، بتتعرض كثير من المباني الأثرية للتصدع إما كليا أو جزئيا. النهاردة هنناقش موضوعات مهمة جدا عن تأثير الزلازل على بعض المواقع الأثرية والمعابد المصرية الموجودة في جنوب مصر، وتحديدا معبد فيلة، إضافة لمنطقة عمود السواري في مصر، إضافة لبعض المواقع الأثرية الأخرى. وده طبعا بيشارك في هذه الندوة مجموعة من المتخصصين الجيولوجيين والمهندسين والمرممين اللي هم بيتناولوا هذه القضية من شتى جوانبها. وإن شاء الله يعني أنا أتمنى أن احنا نخلص من مثل هذه الموضوعات العلمية الهامة جدا بتوصيات يمكن رفعها إلى المتخصصين في وزارة الآثار حتى يأخذوا بها في سبيل حماية التراث المصري من تأثير هذه العوامل الخطيرة. دكتور محمد الجهيني، عميد كلية الآثار جامعة جنوب الوادي. يعني دايما احنا بيبقى في لقاء شهري من خلال لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة. النهاردة عن المخاطر الطبيعية والبشرية التي تؤثر على التراث المصري. يعني دايما احنا بنحاول نلقي الضوء على أهم هذه المشاكل التي تؤثر على التراث المصري بكل فروعه التاريخية، من أجل إلقاء الضوء على هذه الكوارث ومحاولة أن نوجه النظر إلى أهمية هذه المشاكل حتى نتجنبها حفاظا على هذا التراث المصري خلال عصوره المتعاقبة.